سبب شباب اليوم كالعادة والعوايد رجع لكم مسلسل تونسي جديد. نعم، به نقطة صغيرة، هذا المسلسل لا يتلائم مع أقل من 18 سنة، معناها اللي أقل من 18 سنة يخرج من غير ما يتفرج. يرحم والديكم، باش نبدأ واضحين، حتى اللي فوق من 18 سنة اللي ما عجبوش يخرج، ومن غير ما يدخل الفيديو، ومن غير ما يخلي لك الكومنتير إذا كنت مسلم ولا إذا ترى شنو، إذا ترى شنو، إذا ترى شنو. تفرجوا واسكت يرحم والديك. نتعداو المسلسل ما كان ما نطول عليكم. حاب نعرف خاطرني احسن لعب يا من هيك تحب تلعب على خاطر الراجل اللي ياكل امك بعد شكون في التيبي هاو علاش تحب تلعب خلينا خويا لازمني نختم خلينا مانيش رابير مش وزاد بالرابعة عشان تقول البنت هذايا يحكي معاه محلي انت ولد حرام حكيت معاه ولد حرام ولد حرام الحرام الزاد اللي ترم فرم شي هنايا تحشي فيه الحرام الزاد اللي راح يدير ربي يديك سيد من جهة كما قلت لك تخرج مش ليه وقلت معاش حب نشوفها باهي السب باش نتشوفوش قد ما عملت معاك تحشي لي بيبي معاك هيك اسوي انا معاك كي نشوف الخدمة اللي كان باش يخدمها فكت لهم براسك خدمة سيبني 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 يا قحبة صبيت بنا باش تاخذ بلاصتنا قلت اسيب لك تحل عينيها هذا ضربة ضربة